يسعد لي وقتكم جميعا. وجينا للمطبخ وبنسوي حلى الهبة، راح نسوي تشيز سان سباستيان. يمكن البعض يستغرب ليش سموه تشيز سان سباستيان، هو أساسا اسمه تشيز لافينا، انشهرت فيه مدينة سان سباستيان الأسبانية، فخلاص تعرف الناس هذا الحلى بسان سباستيان نسبة إلى هذه المدينة. المهم ما لكم بالطويلة، لنا بالحلى. طريقة الحلى أنا ما توقعتها سهلة جدا بهالطريقة، وأعتقد أن المقادير متوفرة في كل بيت. اللهم عندنا الفيلادلفيا تكون شوية زيادة، أنا عندي هنا 800 جرام فيلادلفيا، 300 و200. هي الطريقة الأساسية 1000، بس أنا حبيت أني أخفضها شوي، خليتها 800، يعني قال لي خفضتها شوي. وكمان الطريقة الأصلية أنها تكون 7 بيضات، لكن أنا عشان خفضت الفيلادلفيا خليتها 800 جرام، حطيت 6 بيضات، وهنا ملعقتين كبيرة بما يعادل 1/3 كوب معياري دقيق، وكوب ونص سكر يفضل يكون الناعم، وعندنا 2 كوب كريمة خفق بما يعادل 480 جرام، وشوي فانيلا عشان زفرة البيض. هذه كل مقادير سان سباستيان. قبل كل شيء بنسوي صينية التشيز، بنحط زبدة عشان نقدر نثبت فيها ورق الزبدة عشان تلصق فيها. نجيب ورق الزبدة كذا، هذه أول طبقة، على طول راح تلصق في الزبدة اللي دهناها. طبعا نجيب ورقتين، نحط ورق الزبدة على شكل زائد، من هذه أول طبقة نحاول نثبتها زين. شوفوا هنا الحين ثبتت الورقة معي، ليش؟ لأني حاطة زبدة، فهذا اللي ثبتها. الحين بحط زبدة ثانية عشان نحط الطبقة الثانية من الورقة على شكل زائد. الحين نحط الطبقة الثانية، شوفوا، بحيث أنها تصير على شكل زائد عشان نضمن أن الخليط ما يتكبكب علينا. طبعا الصينية المستخدمة صينية التشيز كيك. الحين تثبت، شوفوا الصينية خلاص صلفتها زين، اللي ثبتها لي الزبدة اللي أنا حطيتها بالطبقات عشان تمسك الورقة فيها. راح أخلط 2 كوب معياري من كريمة الخفق مع 2 ملعقة كبيرة أو 1/3 كوب معياري من الدقيق عشان بعدين نضيفه الخليط التشيز. هذا خليط الكريمة مع الدقيق بعد ما خلطتها، الحين نخليه على جنب عشان نضيفه للخليط. الحين راح أضيف الفيلادلفيا 800 جرام، أنا عندي هذه 300 و300 و200، إذا حبيتوا تخلونها 1000، إذا تزيدون حبة بيضة. في البداية بخلط الجبنة الفيلادلفيا، بعدين بعد ما تتجانس أبدأ أضيف لها سكر بالتدريج وأخليه كذا يختلط زين مع بعض. كل شوي نوقفها، نجيب سباتولا وننزل اللي في الأطراف عشان أبي السكر يختلط زين بالجبنة. شوفوا ترى طولت أنا بالخلط، شايفين كيف صار الجبن كريمي؟ لازم يصير بهالشكل يختلط السكر معه. الحين راح أضيف له 6 بيضات بيضة بيضة. شوفوا الخليط ترى يصير مرة خفيف، ولسه يعني ححط الحين خليط الدقيق مع الكريمة ما بعد ضفته، الحين بضيفه. لازم تنتبهون انه ما في ولا كلكوعة دقيق، انتبهوا لهالنقطة، يعني تخلطونه زين بالمضرب. نقلت الخليط بهذه عشان اسهل في الصب. بسم الله، شوفوا الحين شلون قوامها خفيف، فلا تخافون، وأصلا حتى بعد ما تستوي بتصير كذا ترج معكم، برضو لا تشيلون هم. هذه صينيتنا جاهزة أنها تدخل الفرن كأنها عروسة مشرعة. بدخلها على درجة حرارة 180، طبعا الفرن لازم يكون مسخن من قبل، من 50 دقيقة إلى ساعة. بعدها راح أحمر الوجه يعني نزود شوي العيار، بس مو أنكم تحرقونها عاد يعني. هذه الحين بعد مرور تقريبا ساعة الحين بحمر الوجه،
احمر الوجه وارجع لكم. ما شاء الله بدا الوجه يتحمر بس يبغى لها كذا تكه. طبعا هي سان سباستيان تكون شوي وجهها غامق بس مو مره عاد تحرقونه. طبعا تراها بتكون ترج معكم، يعني لا تحسبون انها زي الكيكه، لا ترج معكم بعدين مع حراره الغرفه راح تبدا تتماسك وتجمد. خلاص هذه هي درجه التحمير اللي انا بيها، ما راح اطلعها على طول اصدمها بالجو يعني جو الغرفه، لا بخليها كذا بحراره الفرن، بس بخلي باب الفرن مفتوح كذا شوي ابو 5 دقائق 10 دقائق بعدين اطلعها. وهذه النفخه اللي تشوفونها راح تنزل لانها ما تكون كذا عاليه، هي اصلا مجرد انها كذا تطلع جو الغرفه تهبط. طبعا هي ما تعتبر زي طريقه الكيك، انه الكيك خلاص بما انه انتفخ وبعدين اذا هبطت معناته فشلت، لا هي كذا. وهذه هي بعد ما طلعتها من الفرن، الحين بخليها كذا بالمطبخ بعد ما تبرد تماما ادخلها الثلاجه، ما تتقدم على طول، لازم تكون بارده عشان تجمد شوي. وهي اساسا راح تجمد لكم في البدايه بجو الغرفه، بس ما تعطيكم الطعم اللي انتم تبونه الا لما تدخل الثلاجه كم ساعه، يعني خلوها كم ساعه وتتقدم. ممكن تسوونها قبلها بيوم وتقدمونها ثاني يوم، يعني هذه حلوه تجهيز مسبق. وهذا تشيز لافينا او تشيز سان سباستيان بعد ما زينته بالتوت، ايش رايكم فيه؟ تماسك، الريحه تحكي. عاد ان شاء الله بقطعها وبقول لكم رايي فيها. ودرجة التحمير اللي تشوفونها هي البيرفكت والمناسبة لسان سباستيان، أزود من كذا معناته احترقت، فلا بد أنها ما يعني تكون بين البينين، انتبهوا لها النقطة. يعني شوفوا بقرب لكم إياها، تحمرت بس ما احترقت، في فرق، فانتبهوا لا حطيتوها وتحمرونها.